الاحساس ده مضايقني قوي يا زياد. انا مش فاهم ليه احساسك كده. مش عارفه بس حاسه كده وخلاص. حاسه انك متعمد انك كل يوم توديني في حته شعبيه. شكل امبارح الخان، اول الاهرامات، وقبله الحسين، والنهارده الفولكلور والبلح، ويوم نتغدى عند ابويا، ويوم نتعشى عند خالتي. انت عارفه انه هذا الجو الدافي وحشني. ما انت لسه جاي من الجو الدافي ومستكفي شعبيات. وبعد كده ما هي الاردن زي مصر. محسسني يعني انك كنت في سويسرا، واهلي واهلك واحد على صدر الكريم. لو عليا انا نفسي اعيش في هذا الجو طول عمري. لا كده اوفر قوي. وبعد كده ما انا عارفاك من زمان، عمرك ما كنت مدعوك بطين الارض قوي كده. يعني طين الارض هذا اصلي واصلك، واحنا اتنين ما لازم ننسى هذا الاشي. اهو ده بقى الاحساس اللي مضايقني. حاسه ان انت من ساعه ما جيت مصر وانت بتختبر قوه تحملي ومدى تمسكي بيك، بتبروز الاختلاف اللي في شخصيه كل واحد فينا، كانك خلاص وصلت لحل النظريه بس عايزني انا اللي اعترف بيه. انا حاساها من ساعه ما انت جيت يا زياد، وقلتها لك وبقولها لك تاني. لو جاي وناوي تسيبني سيبني وخلاص. انا قلت لك قبل هيك وبرجع بقول لك كمان مره، انا ما جيت في راسي شيء ومش ناوي على شيء. يمكن عندك حق في موضوع الاختبار، عندك حق. انا جاي وجاي اختبر مشاعري قبل ما اختبر مشاعرك. جاي اوضح صوره لنا احنا الاثنين، صوره واضحه ما فيها شوشره ولا تجميل. يمكن عشان هيك رميت حالي وسط ناسك وسط عالمك. وحضرتك بقى يا دكتور جاي تقيس الاختبار على علاقتك بيا انا ولا بناسي؟ انتوا ناسك واحد. لا مش واحد. لو ركزت معايا كويس هتلاقي طموحي وعمليتي اللي مضايقينك مني دول متركزين على اني عايز اعيش في وسط ناس غير ناسي. بس انت برومانسيتك اللي ما خبيش عليك الافواره فيها بقت خانقاني قوي. عايز تفرجني قد ايه الناس دول والعيشه دي فيها دفى ومعاني جميله. انا مش حاسه ان انا بعمل اي حاجه غلط. انا ما عنديش مانع خالص افضل محافظه على المعاني الجميله دي، بس في مستوى احسن من اللي انا وانت اتربينا فيه، وفي وسط ناس عايشه عيشه احسن من اللي ناسنا عايشينها. اظن ده لا عيب ولا حرام. انت عندك حق، انا مش عارفه استمتع باللي انت بتحاول توريني انك مستمتع بيه. انا اصلا مش قادره اصدق انك مستمتع. عارف انا لو ليا الحريه مش هحب لما اجي اتفسح في مكان زي ده. هفضل لو اتعزم في ريستوران في اوتيل 5 ستارز، ولو هعرف اعيش في فيلا هبقى مبسوطة 100,000 مرة من إن أعيش في بيت زي بيوت أهلي وأهلي. بس أنا عمري ما حسيت إن ده عيب ولا غلط غير لما أنت شاورتلي على العيب الرهيب ده. بس أنت حبيتني وأنا كده، أنا طول عمري كده. ليه فجأة كأنك اكتشفت العيب الرهيب ده دلوقتي بس؟ ليه؟ بس عندك حق. أنا زمان ما كنت أحس إنه هذا الاختلاف اللي بيننا ممكن يكون مشكلة في يوم من الأيام، بس مع الأيام مع وحدتي في دبي وسريري ولمتي وسط أهلي في الأردن وحنيني إلهم اللي بيقتلني ساعات، خوفي كبر. صرت أحس إنه الاختلاف اللي بيننا راح يكون مشكلة ويأثر على علاقتنا لو تجوزنا. ساعات هناك قسوة الوحدة بتخليني نفسي أحكي معك، أقولك نبيل تعالي تعالي عيشي معي، عيشي معي في دبي في بيتي الصغير، بيتي اللي طبعاً بعيد كتير عن فيلا اللي في خيالك اللي رسماها في أحلامك بركوب كل رفاهياتها وكمالياتها. عشان هيك خوفي من رفضك بخليني ما اقدر اقول لك ولا شيء. الدرجات يا زياد؟ اثبت لك؟ يلا نتجوز هلا، بلاش هلا، بكره. تعالي عيشي معي في بيتي الصغير في دبي، هتونس فيك وتتونسي فيه. او اذا كان على الميكروويف ولا الهوم ثياتر ولا مش عارف ايش، بيجي شوي شوي بالتدريج، او لما الظروف تسمح، او لو حتى ما سمحت الظروف بنستغني عنه. شو قلتي؟ موافقة؟ مش مقتنعة بكلامك اللي عمالة
بتقولي من ساعه امك واميره ما نزلوا من العربيه. ما تغلبنيش معاكي بقى. فيها ايه بس لما نروح الجامع بكره نعزي؟ محمد اكيد هيجي من امريكا يا شريفه، دي فرصه اشوفه. ليه بس عايزه تقلبي المواجع عندك وعندي؟ وجع القلب موجود موجود، وانت عارفه كده كويس. عندك انت بس. انت يعني فاكره ان هو لما يشوفني هيرجع يقع في غرامي تاني زي زمان؟ ايه وجع القلب ده؟ وحشني. ضمنك ان هو هنخسر ايه لو جربنا؟ شريف انا لاول مره ما بقاش فاهماكي بجد، ومش عارفه اقتنع بكلامي. اقول لك حاجه كمان، انت نفسك مش مقتنعه باللي بتقولي. لو كنت يعني خايفه ان انا انهار لما اشوفه اطمني، انا فعلا ممكن انهار لو عرفت ان محمد جه مصر وانا ما شفتوش. شريفه انا هروح العزا بكره، حتى لو ما جيتيش معايا انا هروح لوحدي. محمد ابو المعادي في مصر، كان رايح معايا في الطياره اللي رجعت فيها من دبي انا وبنتي. كل السنين دي ليه؟ عارفين انتوا عملتوا فيا ايه؟ انتوا عارفين انتوا مدمرين حياتي لغايه فين؟ يا ماجده يا بنتي اهدي ارجوكي، مش ههدى تاني ابدا، مش هقدر اسامح. وانت عرفت منين؟ عرفت منين؟ مش مهم خالص خالص على فكره، كان لازم اعرف حتى لو متاخر. وانت عليكوا ازاي تشوفوني كل السنين دي وانا قدامكوا كده؟ حد يرد عليا؟ والمسيح الحي اللي انتوا قايلين لي قلت ازاي؟ يا ماجدة يا بنتي، انت عندك شك في ان انا وامك بنحبك اكتر من روحنا؟ ما هو ده اللي مجنني، ده اللي مجنني. اللي بيحب حد يبقى عايز يشوفه على طول قدامه سعيد. بذمتكم ودينكم شفتوني يوم واحد سعيدة في عمري كله؟ يا بنتي احنا عملنا كل ده لمصلحتي. ما تقوليش مصلحتي، محدش يتكلم عن مصلحتي. انتوا عملتوا كده عشان خايفين، خايفين من ناس زيي وزيكم. ما خفتوش من ربنا، ربنا بتاع المسيحيين والمسلمين واليهود والكفرة، لأن ربنا ما يرضاهوش لواحدة من عبيده مش بتعذب العمر كله. بابا انا هسألك سؤال ومن فضلك ترد عليا، ابوس رجلك ترد عليا بصراحه. بنت خالتك جت هنا منهاره وقالت لنا ان عماد ده خطيبها كان عايز وقتها يفسخ الخطوبه بمجرد انه عرف انك تعرفي واحد مسلم. بسببك فيليب ابراهيم لغى الشركه اللي كانت بيني وبينه. ماري كانت بتشوف امك على السلم وما كانتش بتسلم عليها. ايوه مدت لها ايدي قدام العماره وقدام كل الناس، ما رضيتش تسلم عليا وقالت لي ما ينفعش احط ايدي في ايدك. احنا مش عايشين لوحدنا هنا، مش ممكن تكوني مش مقدره حجم كارثه زي دي في البلد دي. انا كان بيجي لي تهديدات بتشويهك وبقتلك وما كنتيش عايزانا نخاف. طب ازاي؟ ما تسألي السؤال اللي كنت عايزة تسأليه. حضرتك جاوبت خلاص. أنا كنت هسألك خوفك بسبب الحرمانية ولا بسبب الناس؟ انتوا عارفين؟ مرة زمان أنا ومحمد فكرنا نرتب الدنيا كلها ونهرب على كندا. تصحوا الصبح تدوروا علينا ما تلاقوناش، عشان نروح هناك نعيش مع بعض في تبات ونبات، نخلف صبيان بنات. كان معاد الطياره بكره وكانت معانا باسبوراتنا وتذاكرنا وشنطنا متحضره، وانتوا ولا انتوا حاسين؟
كلمة تليفون. قلنا لبعض في نفس اللحظة هندمر الخطة كلها. عارف ليه يا بابا؟ عارفة ليه يا ماما؟ عشان ديني ودينه أمرونا نطيعكوا طاعة عمية. عمرنا ما خوفنا من الناس، خوفنا بس من ربنا. طب نهد دخلتي اتجوزت عماد، والايد بتاعت طنط ميري اللي ما كانتش عايزه تسلم عليكي بيها اتشلت، وعمو فيليب ابراهيم ربنا قدس روحه، وجوابات التهديد بقت لي بطلت تجيلك، بس انا من وقتها عايشه ميته، يعني نفذوا تهديداتهم. انا هروح اقعد عند شريفه، مش هرجع البيت ده غير لما اخد بطاري.